السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مجددا في هذا الفيديو الجديد. عدنا لكم بفيديو جديد وطريقة ربحية جديدة وخصوصا للمبتدئين وكذلك الفئة الجديدة في مجال الربح من الانترنت. كذلك صديقي إذا كنت تريد الحصول على بطاقة فيزا مشحونة بمبلغ 5 دولار أو 10 دولار أو 15 دولار فما فوق، هذا الفيديو سوف يكون مفيد لك للغاية لأنك سوف تحصل على هذه البطاقة. وأهم استعمالات هذه البطاقة أن تقوم بربطها مع الباي بال لكي تقوم بتفعيله تفعيلا كليا، وكذلك من خلال هذه البطاقة المشحونة بطاقة الفيزا يمكنك الشراء من الانترنت، يمكنك شراء دومين، يمكنك شراء استضافة او منتجات مثل السماعات واكسسوارات وغيرها من المنتجات. كذلك من خلال هذه الطريقة الربحية يمكنك سحب الارباح الخاصة بك على الباي بال وبيتكوين والعديد العديد من الطرق. لذلك لن اطيل عليكم هذا الفيديو، فاصل واعود اليكم. وقبل ان ابدأ لكم أصدقائي في فيديو اليوم أو درس اليوم، أحببت من صميم القلب أن أقوم بدعوتكم للانضمام والالتحاق بقناة نجوم الويب for Technics Tutorials and Making Money Online، وذلك فقط بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب أو صابوني، فقط بالضغط عليه وتفعيل خاصية أو ميزة الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما، وكذلك لكي أقوم بإرسال لك إشعارات في كل مرة أقوم برفع فيها فيديو جديد. كذلك إذا كنت مشاهد جديد في قناة نجوم الويب لا تنسى الدخول إلى القناة ومشاهدة الحلقات السابقة التي حتما سوف تفيدك وفي العديد العديد من المجالات، أهمها الربح من الانترنت والقبول في شركات السي بي اي والعديد من الاستراتيجيات الربحية وإنشاء المواقع والعديد العديد من الحلقات المشوقة. الآن دعونا مباشرة ندخل في درسنا وشرحنا لهذا اليوم. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي في شاشة الحاسوب الخاص بي أو في هذا الفيديو، هذا هو الموقع الذي سوف نقوم بالاعتماد عليه اليوم من أجل الكسب وربح بطاقة فيزا والعديد العديد من الهدايات الرائعة. لذلك سوف تقوم بالضغط على الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو، سوف يحولك مباشرة إلى نفس هذه الواجهة، ومن هنا سوف نبدأ بالتسجيل في هذا الموقع. كما ترون هنا يقول لك Level Up and Earn Rewards، قم بتصعيد المستوى الخاص بك وسوف تحصل على مكافآت. يقول لك هنا في الخطوة الأولى قم بكسب الإكس بي وهي النقاط الخاصة بهذا الموقع من خلال لعب الألعاب وكذلك إكمال بعض المهمات البسيطة والسهلة. هذه هي وسائل الدفع الخاصة بهذا الموقع، يقول لك ريديم فور روبوكس، ستيم جيفت كارد، بيتكوين وكذلك بطاقة الفيزا المشحونة أو السحب على الباي بال. يقول لك هنا إذا كنت تريد الحصول على الهدايا يمكنك الانضمام إلى الديسكورد لأنه هناك تقام العديد من المسابقات. الآن كل ما يهمنا في هذه الواجهة هو الضغط على Sign in with Google أو التسجيل من خلال حسابك في جوجل، تقوم بالضغط عليها هكذا ثم تقوم بالانتظار قليلا. وكما ترون أصدقائي مباشرة سوف يقوم بتحويلنا إلى الحسابات المفتوحة في المتصفح الخاص بنا. إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جوجل أو قم بتسجيل الدخول إلى حسابك. الآن سوف أقوم باختيار مثلا هذا الحساب الخاص بي، أقوم بالضغط عليه. كذلك أنت سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب أو فقط بالضغط عليه هكذا. وكما ترون الآن أصدقائي فهو يقوم بتوجيهنا إلى لوحة التحكم الخاصة بحسابنا بعد الضغط على التسجيل من خلال جوجل واختيار الحساب. وأنت صديقي بعد الدخول إلى الرابط والتسجيل من خلاله سوف تحصل على 5000 إكس بي هنا. ومن أجل البدء في الكسب أو الربح من خلال هذا الموقع سوف تتوجه إلى أول قسم وهو قسم البلاي أو اللعب، يعني يمكنك استغلال وقت فراغك في الدخول إلى هذا الموقع ولعب ألعاب وكذلك تحول هذا الجهد أو هذا اللعب إلى مال. كما ترون هنا يقول لك نحن نعمل على إضافة هذه العروض لذلك قم بتفقدها قريبا. سوف يقوم الموقع بإضافة البي سي جيمز أو ألعاب الكمبيوتر. كذلك هنا في هذا القسم موبايل جيمز إذا قمت بالضغط عليها سوف تظهر لك هذه الخيارات أندرويد جيمز الخاصة بأجهزة الأندرويد وكذلك الآيفون أو الآي أو إس، وبعد الضغط مثلا على الأندرويد سوف تظهر لك هذه الثلاثة خيارات، تقوم باختيار الاندرويد من هنا. كذلك كما ترون الموقع يعمل على اضافة هذه الالعاب هنا في هذا القسم، لذلك سوف نتوجه الان الى قسم ايرن او كسب، يعني في بداية العمل على هذا الموقع سوف تعتمد على هذا القسم الخاص بالايرن. وبعدما ان يقوم الموقع باضافة الالعاب هنا تصبح تلعب الالعاب صديقي وتحصل على نقاط، وهذه النقاط تحولها الى مال بالطريقة التي سوف اريك. كما ترون هنا يوجد العديد العديد من الشركات التي تقوم بتقديم لك العروض،
وكما ترون هنا يوجد ثلاثة تقسيمات للعروض، يمكنك جمع النقاط من خلال الاستبيانات. تقوم بالضغط على إحدى الشركات المتوفرة هنا لكي تقوم بإكمال الاستبيانات. كذلك هنا في الأوفرز أو العروض تقوم بالضغط عليها هكذا، سوف تظهر لك كذلك الشركات التي توفر لك العروض. ويوجد أهم قسم هنا الخاص بمشاهدة الفيديوهات، تقوم بالضغط عليه هكذا. وبعد أن يفتح معك هذا القسم الخاص بالفيديوهات، سوف تقوم بالضغط على هذا القسم هنا لكي تقوم بمشاهدة محتوى، وكذلك تقوم بالحصول أو كسب العديد من النقاط التي سوف تحولها إلى مال. يمكنك أيضا التوجه إلى قسم السيرفي، سوف أقوم بالدخول إليه لكي أعطيكم مثال عن آلية العمل مع هذه الاستبيانات أو السيرفيز. وسوف أختار مثلا هذه الشركة هنا، أقوم بالضغط عليها هكذا. وكما ترون أصدقائي سوف تفتح معنا هذه الصفحة، نقوم بالضغط على Let's Go أو البدء. كما ترون جاري المعالجة والبحث عن استطلاعات متوفرة لكي نقوم بإكمالها ونقوم بجمع النقاط. وكما ترون أصدقائي سوف يفتح معنا هذا الاستطلاع، يقول لك ما هو تاريخ ميلادك، رمزك البريدي، الجنس إذا كنت ذكر أو أنثى، ثم تقوم بالضغط على Next Question. وبعد هذه الخطوة سوف يظهر لك الاستطلاعات المتاحة لكي تقوم بإكمالها. ولذلك صديقي أن تقوم بتصفح هذه التقسيمات هنا الأوفرز والفيديوز أو الفيديوهات، وفي كل قسم قم بالدخول إلى الشركات التي توفر لك العروض وقم بإكمال العروض، ثم قم بجمع النقاط لكي تقوم بتحويلها إلى مال. الآن صديقي إذا كنت تكره عملية إكمال العروض ولا تريد إكمال هذه العروض، توجد طريقة رائعة للغاية في هذا الموقع تمكنك من الحصول على العديد من النقاط لكي تقوم بتحويلها إلى بطاقة فيزا أو إلى المكافآت الأخرى. هي التوجه إلى هنا، إلى علامة الحساب الخاص بك أو الأكاونت، تقوم بالضغط عليها هكذا، ومباشرة صديقي سوف يقوم بتحويلك الموقع إلى هذه الصفحة الخاصة بحسابك. هنا بعض المعلومات الخاصة بحسابك، وكما ترون هنا أصدقائي يوجد الرابط الخاص بك، تقوم بنسخ هذا الرابط الخاص بالريفيرالز. وكما ترون إذا قمنا بالضغط على علامة الآي، يقول لك invite your friends using the link below and receive 5% of their redeemed earning. They receive a starting bonus of 5000 XP. يقول لك قم بدعوة الأصدقاء والأشخاص الذين تعرفهم من خلال الرابط الخاص بك، وسوف تحصل على 5% من الأرباح الخاصة بهم. وكذلك صديقك الذي تسجل من خلال الرابط الخاص بك سوف يتحصل على 5000 نقطة أو XP في الحساب الخاص به. لذلك أنا أنصحكم بالاعتماد على هذه الطريقة من خلال الترويج لرابطكم في الفيسبوك، تويتر، إنستغرام. توجد العديد من الطرق لكي تقوم بالحصول على تسجيلات من خلال الرابط الخاص بك، فقط تقوم بتحديده أو تقوم بالضغط هنا على كوبي وتبدأ بالتسويق والترويج لهذا الرابط. وكذلك تقوم بإرساله إلى أصدقائك في رسالة على الفيسبوك تدعوه للتسجيل في هذا الموقع، وسوف تحصل على نقاط بدون أن تقوم بعمل أي شيء بمجهود كبير. والآن أصدقائي إذا قمنا بالتوجه إلى قسم ريديم أو سحب المكافآت، كما ترون يوجد لدينا بطاقة ستيم جيفت كارد لشراء الألعاب، كذلك هنا الروبوكس وريوت بوينتس، هاتي لا تهمنا. كذلك يوجد الباي بال إذا قمنا بالضغط عليه، وكما ترون أدنى حد للسحب من هذا الموقع هو $5 على الباي بال بمقابل 50,000 XP. وبعد وصولك إلى هذا الحد تقوم بوضع الإيميل الخاص بك أو بريدك الإلكتروني، ثم تقوم بالضغط على Submit Claim وسوف تتوصل بالأرباح الخاصة بك. كذلك صديقي يمكنك سحب النقاط الخاصة بك بيتكوين، تقوم بالضغط عليه هكذا، وأدنى حد في البيتكوين هو $20 ما يقابله 215,000 نقطة. هنا تقوم بكتابة البيتكوين أدرس، نقوم بالرجوع هكذا، وكما ترون هذا هو الخيار الذي أحببت أن أقوم بمشاركته معكم وهي فيزا بريبايد كارد، تقوم بالضغط عليها هكذا. كما ترون توجد بطاقة فيزا كارد مشحونة $5 وكذلك $10، $20، $50. البطاقة المشحونة $5 ستكلفك 50,000 XP. لذلك قم بعمل العروض ومشاهدة الفيديوهات وكذلك دعوة الأصدقاء. تقوم مثلا باختيار الخاصة $5، هنا تقوم بوضع البريد الإلكتروني الخاص بك، تقوم بالموافقة على شروط وقوانين الموقع، ثم تقوم بالضغط على Submit Claim. كذلك صديقي يمكنك سحب الأرباح الخاصة بك بطاقة أمازون جيفت كارد للشراء مجانا على متجر أمازون، كذلك هي ب 50,000 XP. وكذلك إذا اخترت الباي بال فيمكنك السحب إلى غاية $50 هكذا. وإلى هنا أصدقائي أكون قد انتهيت من فيديو اليوم، أتمنى من صميم القلب أنه قد أعجبكم وأفادكم ونال رضاكم. قدمت لكم هذا الشرح خصيصا للمبتدئين لأنني بعدما أن قمت بقراءة التعليقات وجدت العديد من التعليقات الخاصة بالمبتدئين يريدون مني أن أقوم بشرح لهم مثل هذه الطرق فقط
البداية لكسب رأس مال، ولذلك سوف تكون العديد من الحلقات الرائعة للمبتدئين. لذلك كل ما نحتاج منكم أصدقائي هو الدعم من خلال اللايك، المشاركة ومشاهدة الفيديوهات، وهذا سوف يحفزنا على تقديم الأفضل بإذن الله. وسوف تكون هناك دورة كاملة إن شاء الله في مجال CPA، قمنا بطرح لكم 3 شركات للتسجيل والقبول بها. إذا لم تشاهدها قم بمشاهدتها بالدخول إلى القناة. عندما نقوم بالبدء في مجال CPA يكون لديك حساب لكي تقوم بتطبيق الشروحات عليه. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.